مني؟ أنا بخير. ما أقول لك، أنا بعثت لك الشيكات في جواب مع المهندس عمر. يلا خلينا نخلص من موضوع لطفب القمصان ده. لا، ما هو عمر خلاص ما بقاش جوز أختي، يعني حصلش نصيب واتطلقوا. الحمد لله أنهم طلعوا من بعض بالمعروف. ماشي، سلام. كان لازم تقول لمرتك على كل حاجة كتير من نوع. كان لازم أقول لها عشان ما تتعاملش معها على أن جوزك. يلا يا ولد اعمل لك همة، عايزين نلحق المقاول ورجالته ونشوفهم عملوا ايه في الارض. كنت شايل عني هم تقيل يا عمر، خسارة. يا ريت ما كان يتجوزها وفضل على حاله. ما تبطل ابوك عليا، كاني كنت سبب في اللي حصل. لا يا بنتي، انت ما عليكيش اي لوم، ربنا قادر يعدل حظك العفش ده. ربنا كريم. يا اهلا وسهلا، احنا جينا حسب الميعاد، شنطه الفلوس في يد دهي. ايوه تفضلوا، هلا مستنيكم. اهلا وسهلا. ايه ده يا ست هانم، كل دول تتعبيهم عشان يحضروا حاجه خصوصي زي دي؟ مفيش حد منهم غريب، دول قرايب. احنا عارفين مقامك يا ست هانم، وعارفين اصلك وفصلك، وبعدين احنا ما جايينش ناويين على شر، احنا كل اللي احنا عايزينه نخلص الموضوع ونخلصه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المهندس عمر من طرف مناع فيه، معايا امان. هي فين الامان؟ سلمها لها قدام بيد. لحظه واحده. ايوه يا هانم، الباشمهندس عمر وصل. معرفش فيه ايه. طب انا عندي ناس بس قاعده معاهم جوا، هخلص منهم واقعد معاك على طول. عن اذنك. اتفضلي. هي دي شيكات لطفة بالقمصان؟ انت عرفت منين؟ القدر. القدر هو اللي ساكني. الحمد لله اللي جيت في الوقت المناسب. رايح فين يا باشمهندس؟ هشتري سجاير من تحت وجاي. وش شنطتك؟ الدار امان، نراجع تاني. كده الفلوس تمام يا فندم. خد راجع شيكاتك كلها، سلمهم بنفسك يا بابا. اتفضل. خد يا لطفي شوف شيكاتك وتأكد منها كويس. الموضوع متهيألي كده خلص، مالكمش حاجة عندينا. يا راجل، احنا مفيش بينا غير المعروف. المعروف للي يستاهل المعروف. أنت بعد ما تجرجر ولد أخوي في النيابة زي الحرامية والمجرمين، جاي تقول لي معروف؟ احنا اللي بينا حق عرب ولازم ناخده. حق عرب؟ ده المفروض تدفعوا لنا الفلوس وعليها فوائدها، مش تقول حق عرب. شوف يا بنت الناس، انا ماليش كلام معاكي، انا حسابي مع جوزك مناع بيه، لازم اعلمه كيف يحترم ولاد الناس، لان كان المفروض قبل ما يروح النيابه يروح لكبيره ويشوف حيجيب له حقه ولا لا. يعني كنت جبت لي حقي من لطفي يا كبير لما جيت لك وشكيت لك منه؟ عمر مهران لسه عايش؟ لو كان عمك بيحكم بالعدل جاب لي حقي، لكن يا كبير بدل ما تحكم بالعدل وتديني حقي حميته وفرحت بوساخته. حد كان قال لك اتجوز واحده فاجره تجيب لكم العار؟ عارها غسلته بدمها، لكن مش من العدل انها تذبح واللي غواها يعيش متهني. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حسابي مع اللي غوى مرتي، لو حد قرب مني هقطع رقبته. سيبه يا عمر ارجوك، ما توديش نفسك في داهيه، انت لسه قدامك مستقبل. بعد انا ما تجيش دخل، انا عشت عمري مستني اللحظه اللي هاخد فيها بطاري عشان سبوك تسحبه من وسطينا زي الخروف. اسمع انا بقولها لك، ها لو مسيته يبقى جنيت على اهلك وناسك. انا بايع روحي ومش باكي على حد. مش حنسيبك تاخده من وسطينا، ولو حصلت ان شاء الله اقتلكم انتوا التنين.
يطلع بيه يذبح قدامكم. تطلع بيه كيف؟ انت اتجننت؟ روحك هي اللي هتطلع يا ولد مهران. اي يلا ادخل اديني الدرهم بسرعه. انا بسلم نفسي يا حضره الضابط. بعترف ان انا اللي قتلت مرتي. انا تحت امر الحكومه. ما عادش حاجه تهمني خلاص. الو رياسه، في جاري بيتقدم في شركه مناعه، محتاج قوه اسلام بسرعه. شاي اجدع حاجه يكتب المش. اتفضل يا استاذ نبيل. الف شكر يا بكري، انت طيب قوي ابن حلال. الله يخليك. بس انت ليه ما اكلتش مع العمال وجيت تاكل معايا جوطه ومش؟ انا ما بحبش اللحمه الضاني من ساعه ما ذبحوا الخروف وانا مش طايق ريحه الموقع هنا، خصوصا لما ابتدوا يسلقوه. على كده هتحرق قلبك بالمش. البركه فيك بقى، تجيب لنا نص فرخه، حته ارنب، ويا سلام بقى لو تجيب لنا حته حشيشه نكمل بيها السهره. لا ما حدش في عيلتنا بيشرب الحشيش، لكن عيله البندريه ايوه. وهي عليكوا عيله البندريه قاعدين فين؟ اقول لك انا قاعدين مؤقت في الصحراء لحد ما نبني بيوت جديده للعيله. اهلا اهلا يا باشمهندس مناع، سامحني اني بسال، يعني اصل مش شايف حد فيكم غير ابن عمك بكري. احنا فضينا الارض عشان تقعدوا براحتكم من غير يعني محارمنا تتكشف على حد منيكم. في دي عندك حق، الحرص واجب. استاذ دبيل ما يحبش لحم الخرفان، شكله كده مش هيلاقي حاجه ياكلها. هو في حد بيشتغل في طائفه المعمار من غير ما يحب الضاني؟ انت اكيد مش منيهم. الحقيقه ايوه، دي اول مره اشتغل معاهم. اصلا انا ليا اخ بيشتغل في المجلس المحلي، هو اللي شاف لي الشغلانه دي. عموما انا بدلة كتير للبندر والجنة، هبقى اجيب لك الوكل اللي يعجبك، بس يلا اعملوا انتوا همه كده وخلصوا رمي الاساس. محددين المسلح قربوا يخلصوا، من بكره هنبتدي في رمي الخرسانة. الحمد لله. يلا يا بكري اركب العربية مع عمك وبنت عمك، هنروح كلنا. سوانك في الاستراحة. وانت يا باشمهندس نبيل الأرض أرضك، خد راحتك. سلام عليكم. استنى يا ولد. والله ما أنا عارف لزومها إيه العطلة دي. يلا مناع يا ولدي. وهو جاب بكري معالي، هما هيهملوا الأرض وحديها؟ هنشوف. اتفضل قدامي. واه مالك يا مناع، سمجان مني ليه؟ طمني الاول، قلت حاجه للمحاسب عنينا؟ حاجه زي ايه؟ احنا كنا بنتحدث عن الوكل والشرب. الحمد لله اني لحقتك. اركب اركب يا ناصح. عمل ايه الولد ده؟ قلقتني. في ايه؟ المحاسب ده ضابط في المديريه، انا اعرفه زين، قابلته قبل سابق وكان بيقول ان هو تاجر مخدرات، والد نمر الطيب. يعني ايه؟ يعني في حد حاطط عينه علينا؟ ده اكيد العميد احمد سعيد، وطالما رجليه خطت هنا يبقى لازم ناخده بالنا يا عمي. ومفيش نفر يعتب هنا من النجع الا لما الاغراب يطلعوا ويخلصوا المباني. طب ومين اللي هيراعي مصالحهم يا ولد لحد ما يخلصوا؟ انا وانت بس يا عمي، معيش حد يعرف من النجع، وربنا يستر. اركب يا ولد.